وهبدأ معاكم من البحر الأحمر وبالتحديد من مدينة سهل حشيش. بطولة سهل حشيش الدولية الثالثة لقفز الموانع 2016، بطولة مفيش أي شك إنها كانت ناجحة جدا، متوفر فيها عدد من العوامل: النجاح، الأمن، السلامة، المناخ والأرض. بالمناسبة كل سنة لينا بصمة في سهل حشيش، عشان كده بنبقى حابين جدا إن احنا نبقى موجودين في البطولة دي. حدث النهاردة مختلف، عشان حدث النهاردة رياضي بطعم سياحي. بطولة الجمهورية للفروسية بيشارك فيها 250 فارس. مختلف ليه؟ عشان أول مرة البطولة تتعمل في سهل حشيش، كانت على طول بتتعمل في اسكندرية، بس قدرت سهل حشيش تخطف الأنظار وتخطف البساط في معظم الرياضات. البطولة هتقام على مدار 3 ايام، هيشارك فيها اعمار مختلفة من تحت وفوق ال 16، البطولة هيكون فيها موانع وحواجز برضه باطوال مختلفة. مهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد الفروسية، ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك. اهلا بيك. سعداء باللي احنا شايفينه النهاردة، احنا النهاردة في الافتتاح، شيء مشرف جدا. الله يخليك، ده مجهود كبير جدا عامله المنظمين في المكان، سيادة المحافظ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية ومع كل المصريين اللي هنا، عشان بس نقدر نوري ان مصر بلد الامن والامان والسياحه موجوده ان شاء الله وتعود تاني وكل حاجه. مفيش ناس كتير او مفيش دول كتير عندها الجو ده في الوقت اللي احنا فيه وفي الشهور دي يعني، وكله بيعمل في اماكن مغلقه. ليني اتكلم مع حضرتك برضو، هل في توجه لاستضافه بطولات دوليه للفروسيه في المناطق السياحيه؟ والله انا كنت قاعد مع سعاده المحافظ دلوقتي وبيتكلم، وسعاده المحافظ طبعا متشجع جدا على الموضوع ده وبيحثنا جدا نعمل الموضوع ده، وحطت كل الامكانيات بتاعه المحافظه تحت تصرف المنظمين والاتحاد المصري. ان شاء الله احنا بننقل الكلام ده والفيلم ده نوديه للاتحاد الدولي ونحطه على اجنده الاتحاد الدولي، يتبعت لكل البلاد، كل الاتحادات الفروسيه في الدول في العالم، اذا كان في اوروبا ولا في امريكا الجنوبيه ولا امريكا الشماليه ولا في اسيا ولا في اي حته، نقدر نجيب بقى كل الغير مصريين يشوفوا جمال المصريين هنا وجمال مصر ازاي، ونوري ان السياحه ان شاء الله تبقى هتفضل موجوده، ان مصر دي بلد الامن والامان. رحب بمستر محمد كامل العضو المنتدب للشركه المصريه السياحيه. مرحبا. اهلا بحضرتك يا مستر محمد. النهارده احنا في سهل حشيش، ايفنت هايل جدا للفروسيه، كلمني عنه شويه. احنا كمنتجع سهل حشيش نفسنا ان احنا نشوف الشباب اللي جاي، اللي هو دلوقتي الرياضه بقت حاجه مهمه جدا في حياته، وبالتالي الجيل اللي احنا عايشين فيه الرياضه بقت خلاص جزء لا يتجزأ من الحياه، فنفسنا ان منتجع سهل حشيش ده يبقى بيشوف اكبر عدد من البطولات الرياضيه على مستوى الجمهوريه. كان يعني كمثل بسيط، الاسبوع اللي فات كان في اكبر سباق للترايثلون حصل في مصر، 400 متسابق، حاجه طبعا جميله على مدار 3 ايام، يعني كان ناجح جدا. النهارده قدرنا ان احنا مع الاتحاد المصري للفروسيه ان احنا نجتذب يعني نهائيات بطوله الجمهوريه للفروسيه، في 250 فارس داخلين البطولة دي، حاجة طبعا ما كناش نتصورها أبدا، يعني على البحر الأحمر، ونفسنا أنها تكمل، وبإذن الله ربنا هيكرمنا هتبقى حاجة سنوية في الفروسية برضو. دكتور حاتم ستين، طبيب الاتحاد المصري للفروسية، ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، ازيك؟ مبارك، منورين. نورك. أول سؤال عايز أسأله لك، أهمية وجود طبيب في البطولات وفي الحفلات بتاعت الفروسية؟ وأول حاجة طبعا الفروسية دي بتعتمدش على فارس بس، بتعتمد على حصان، والحصان هو اللي بيبذل المجهود الأكتر، لأن لو أنت معاك فارس كويس وحصان أي كلام مش هتعمل حاجة. وإحنا وظيفتنا الخيل كأنها ما بتتكلمش، هو تقريبا عاوز يتكلم بس أنا بقول لك الخيل بما إنها ما بتتكلمش، فاحنا لازم نبقى موجودين حريصين لأن على سلامتها أول حاجة في الرياضة دي، يعني أول حاجة أنا وجودي هنا لضمان سلامتهم ولضمان ان هم يبقوا كويسين في المباريات، يبقوا في حاله صحيه تسمح ان هم يتباروا. تاني حاجه هو خايلك شويه. تاني حاجه ان اقدم الاسعافات الاوليه واتخذ كل الاجراءات اللي تلزم يعني ان شاء الله عشان يبقوا في حاله صحيه جيده او عند حدوث اي مشكله يعني.